أليكس وإيغور. إيغور وأليكس. كرواتيا قدمت أسماء كبيرة بالتأكيد، حتى يعني حتى كان العام الماضي كان هناك ساندريتش لوكا اللاعب صانع اللعب الممتع يعني برشلونة، هذا أيضا واحد من اللاعبين الممتعين المميزين، لعب على مستوى الجناح، لكن لا كانت تحتاج إلى سرعة. يا سمارسون وهدف جميل لعمر إنجي. عمر ماغنيسيون إنجي، وهدف رائع لهذا المبدع الممتع، واحد من رجال المباراة فعلا، هذا واحد من رجال المباراة الأيسلندي. يا الأيسلندي إنجي عمر ماغنيسيون، واحد من رجال المباراة على الإطلاق بالتأكيد، قدم مباراة جميلة، مباراة مثيرة، وسجل العديد من الأهداف. هنا أليكس دوتش بايف، هذا سيكون سيزمون، ولكن التصدي كان لهرنانديز الحارس أيضا المميز الآخر أسباني. لا، كانت لعبة راح تصنع الفارق الهدفين لولا لولا التوقيت، ولا شوف حسرة المدرب بنت، شوف حسرة المدرب واضحة بالتأكيد، حسرة كبيرة في هذه المباراة المثيرة، حسرة كبيرة في هذه المباراة المثيرة، في مباراة للتاريخ، للجغرافيا، ولكل سيكون سيزمون سيكون للمتعة عنوان، اسمها سيكون سيزمون، وهدف رائع، هدف مثير، هدف جميل، يلعب بزيادة عددية الآن يعني بنت فكرت، وهي المخاطرة المحسوبة، هي المخاطرة، وعليك أن تخاطر بالتأكيد، عليك أن تغامر، عليك أن تكون تمتلك الشجاعة وتمتلك الحلول. هنا لعبة ماشي قايل لكم هذه لعبات، فعلوا يا ناس، شغلوا الواي فاي، اشبكوا معاه يا ألمان، هذا يعرف طريق الميدان، هذا فنان يعرف طريق الميدان، اشبك معاه، خلى تالنت يدير الأفكار، خلى تالنت يطلع من جوه، يطلع من، شوفوا هذا سيكون يلعبها لمين؟ تالنت دوتش بايف لتورنات، لكن ايضا تماسك دفاعي للمنتخب لنادي ماغديبورغ، تماسك دفاعي تورنات نيكولاس الاسبان الفرنسي تورنات، لاعب منتخب فرنسا، هذا اللاعب يلعب للمنتخب الفرنسي طبعا، واحد من اسماء التي شاركت في البطوله الاخيره، بطوله كاس العالم في السويد وبولندا والدنمارك. الدنمارك كانت بالمرصاد لفرنسا في النهائي الكبير. هنا المحاولة سيكون لألكس، سيكون مرة أخرى يلعبها لمين؟ لإيغارت، لكن أيضا موجود الإسباني هرنانديز، تصدي رائع لهرنانديز فيرير سيرجي، وتسديده، شوف المتابعة، يا سلام على التغطية الدفاعية، هذا الجناح الطائر، هذا الفنان، هذا هداف البطولة، دانييل بيترسون، وعصفورين بحجر، هدف وأيضا إيقاف لمدة دقيقتين على مين؟ على سيكون سيزمون، وبالتالي 2-1، عصفورين بحجر، ما في أحلى من كذا من دانييل بيترسون، وهذا إلى إشارة هذا النجم الكبير السويدي، السويد بالينكا، الحارس الممتع الذي كان يمني النفس أن يكون حاضرا في النهائي، لكن اصطدم هنا المحاولة بالفرنسيين، هرنانديز
وتورنات تورنات نيكولاس، وهدف جميل، والسرعة والقوة والإثارة والمتعة والإبداع. عنوانه دانييل بيترسون، عنوانه دانييل بيترسون، متعة، إثارة، قوة، مهارة، إبداع في أرضية الميدان. هذا تورنات نيكولاس، واللقطة الماضية أما المتعة والإثارة والإبداع يا راشد عطياها مع دانييل بيترسون السويدي الذي أمتع في اللقطة الماضية وأبدع وقدم واحدة من أوه. لا لا، مو وقته أبدا، مو وقته. هذا ماشي 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 يا أليكس، يا أليكس دوتش بايف، لا تمشي مع ماشي مثل هذه اللعبة، ما تمشي مع ماشي هذه اللعبات، تخسر تتعب، راح تتعب كثير كثير كثير. وللمتعة والإثارة نستمر معكم في هذه الأجواء، في هذه الأجواء العالمية هنا في الأراضي السعودية، أجواء كرة يد عالمية في هنا في المملكة العربية السعودية. وهنا لقاء نصف نهائي، من يرافق فوكس برلين الذي وصل وكان أول الواصلين، فوكس برلين أول الواصلين، من سيكون رفيق دربه؟ هل هو ماغديبورغ ويكون ألماني؟ ألماني، لقاء القمة المرتقب غدا إن شاء الله، لقاء القمة المرتقب. أوه لعبة، لكن شوفوا شوفوا القراءة والدفاع والتحصينات والمهارات والتغطيات، والتحدث عن فنون كرة اليد العالمية هنا في الأراضي السعودية، تحدث عن الإبداع، عن المتعة وعن الجمال وسحر المكان. وهذا من ماغديبورغ، بالتأكيد هذا من ماغديبورغ، هذا قادم من ألمانيا، استمتع بهذه الأجواء. ألمانيا الآن كلها ثلوج، كلها ثلوج، لكن عندنا هنا الأجواء جميلة للغاية، هنا سحر المكان والزمان في هذه الأيام، وعلى ساحل الخليج العربي استمتع بأجمل الأجواء. هذا عمر إنجي، عمر يا عمر يا إنجي، وهنا المحاولة ليانوس ساماريسون، وهدف رائع. إذا صنعت الفارق 4 أهداف أعتقد. ماغديبورغ يذهب للمباراة، ماغديبورغ، ويؤكد ويؤكد على هذا المرور للمباراة النهائية. هرنانديز، هرنانديز يقول لا مرور، لا مرور لكم يا كيلسي في هذا اليوم. الكلام كل الكلام للألمان، للألمان، لأبناء هذا الزمان، صناع الفرح لأبناء هذا الزمان وكل الزمان. والمكان دائما للألمان في كرة اليد العالمية، هم من أطلقوا البطولات، هم من أسسوا لله على اللعبة، الله على اللعبة لدانييل، لدانييل دوت بايف. لكن تورنات نيكولاس، تورنات نيكولاس الفرنسي لم يتعامل مع هذه اللقطة بالشكل المطلوب. تورنات، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ هذا حديث فيف أدرياس، يقول ماذا أفعل يا جماعة؟ تصديت وتألقت وقدمت أروع المستويات، ماذا أفعل؟ ولكن عصفور واحد لا يصنع الربيع، عصفور واحد يا ناصر الهاجري لا يصنع الربيع أبدا. تصدى للعديد من اللقطات الممتعة والمفصلية، ولكن عصفور واحد لا يصنع الربيع، عليك أن تأتي بعدتك وعتادك. الألمان هم أسياد الميدان. إذا وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، لمن الكلام؟ من هو الأجمل والأروع في هذا اللقاء؟ والله أعطوها، أعطوها لحائط برلين فيف أدرياس، والله يستحق أن يكون رجل المباراة. وإن خسر، وإن خسر يعني كيلسي، والله يستحق أن يكون رجل المباراة فيف أدرياس. ولكن راح نشوف لمن الكلام.
من هو الأفضل في هذه الأمسية الجميلة. إذن عمر إنجي أيضا كان والله رائع. عمر مغنيسيون الأيسلندي فعلا يستحق. أيضا هو الآخر قدم مباراة ممتعة للغاية وساهم في وصول ماغديبورغ إلى النهائي. إذن ألماني النهائي ألماني على الأراضي السعودية يا ناصر الهاجري. كانت المتعة والإثارة في أرضية الميدان، وكما أسلفنا عصفور واحد لا يصنع الربيع يا تالنتوش باي كان